كيف أمراض الجلد؟ صباح النور دكتورة. صباح الخير. كيف الحال؟ الحمد لله. نعم دكتورة، كيف ما قلت اليوم غادي نهضروا على تأثير الحمل على الشعر. يعني بزاف ديال العيالات الا ما عرفتش واش كاين واحد النسبة محددة ولا الأغلبية يعني كيتأثر لهم الشعر بالحمل. إذا غنتكلموا اليوم على حالة ديال الحمل. نعم. وبما أننا كانت في الحالة ديال الحمل هو واحد الحالة فيزيولوجية وظاهرة طبيعية، فإذا الجسم كيكون في واحد حالة طبيعية، إلا أن ذاك الهرمونات الأنثوية كتكون مرتفعة، وهي هاد الهرمونات هما لي استروجين والبروجستيرون دورا معروفين، الا كتكون النسبة ديالهم مرتفعة. ملي كتكون هاد النسبة مرتفعة كتعطي واحد الجمال. هنا كنلاحظوا في مرحلة الحمل أغلبية في الأشهر الثلاثة من الحمل كيكون واحد يعني بالعكس الشعر كيلقى واحد الراحة ديالو وكيولي كثر داك المراحل اللي قلنا ديال الشعر فيها مرحلة ديال النمو اللي كتسمى أناجين. نعم. كتكون واحد المرحلة يعني كتنشط هذه المرحلة كتديهم مدة طويلة لأن الشعر كيلقى الراحة ديالو وكتكون كثافة ولمعان. نعم. هذه في الحالة الطبيعية كتكون حاملة طبيعي كيكون جمال في الشعر. في الأشهر الثلاثة ما حد داك الهرمونات كتكثر الأنثوية وما حد الجمال ديال الشعر كيتضمن. إلا أنه بعد الولادة من كتعود الهرمونات إلى مستواها طبيعي يعني كترجع كتهبط هذيك الهرمونات، هنا فاش كيبان الناس أغلبية الناس كتبان لهم تساقط الشعر كثير. وأغلبية إلا كانت الولادة فيها واحد قيصرية ولا فيها نزيف ولا إلا كانت من بعد الوضع يعني كيكون واحد تساقط كثير من بعد الولادة من شهر حتى لخمس شهور، والإنسان كيشوف هذاك التساقط ويمكن يمشي حتى لخمسطاش شهر بعد الولادة. هو التساقط راه كيجي مفاجئ وكثير خاصة في الجوانب ديال الرأس يعني حدا الوجه، تما باش كيكون أغلبية كيهبطوا بزاف الشعر. هاد الحالة هادي ديال التساقط هي هادشي كله كيكون في الحمل الطبيعي يعني ما كاينش شي مشكل. طبعا حنا كنضرب على حمل طبيعي. الحمل الطبيعي دونك المرأة راه غالبا ما تستعيد شعرها كاملا بعد عام كاع من الولادة، كيمكن كلشي يرجع لبلاصتو. وهنا حنا كيمكننا كيخصنا نعاونوا هاد النمو هذا ديال الشعر بتناول بعض الفيتامينات والأحماض وهذا. إذا هذا دكتورة إلا سمحتي، حنا مادام كنهضروا على حمل كيف ما قلتي كنهضروا على ولادة وكنهضروا على حتى فترة ديال الرضاعة، يعني الرضاعة كنعرفوا أن كاين سيدات اللي كتدوم فترة تل شهرين تل عامين. نعم. يعني واش هاد العامين كلها كتبقى المرأة كتفقد فيها الشعر أو لا فقط كقلتي عام الأول وصافي ومن بعد كتبقى تسترجع واخا كترضع ما كيبقاش عندها مشكل؟ وهو يعني بديهيا أن المرأة المرضع كيخصها تعتني بالتغذية ديالها. نعم. هذه شي حاجة لأن الحليب راه خاصو داك الحليب ديال الرضاعة راه خاصو يكون غني وخص المرأة حتى هي تكون يكون مستعدة لهذ الرضاعة. نعم. يعني حاجة ضرورية أنها تكون في وقت الرضاعة بغات ترضع عامين ما كاين مشكل، ولكن تعتني هي بالتغذية ديالها لأن أي حاجة كتاكلها هي راه هي غادي تأثر حتى الطفل تماما، والجسم ديالها خصها تعطيه العناية الكافية لأن تورك عنده احتياجات ضرورية. نعم. وغنكمل الحديث أن في بعض الحالات بعض الحمل حالات الحمل بحال دابا كيكونوا الناس أمراض مشاكل، لأن الحمل هو واحد المرحلة اللي كتبين بعض الأمراض بحال خصو بالذكر هذيك الغدة الدرقية. فالاختلالات ديال الغدة الدرقية غالبا ديال الناس كتبان لهم في الحمل. إذا هنا إذا كان شي تساقط في مرحلة الحمل خص الإنسان يبدأ يدير فحص، لأن يكون نقص الحديد، إذا داك اللي كنقولوا لانيمي. نعم. فقر ضروري ان الانسان يفحص اذا شاف شي تساقط في مرحله الحمل. من الاحسن لان احنا ملي كتكون في الفحص كنقلبوا على الاسباب الاخرى اللي هي ماشي طبيعيه، ان علاش الانسان غادي يفقد الشعر ديالو في وقت الحمل اللي هو خصو يكون في الجمال ديالو في المنتهى ديال اللمعان والكثافه. اذا لهذا الفحص هو ضروري
الا شاف الانسان بان الامور تعدات الحد ديالها باش كنقلبوا على المشاكل الصحيه غالبا بحال دابا في بعض المرات غير الاجهاد والتوتر والضغوطات النفسيه شي كلشي كيؤدي لفقدان كثير من الشر عند الانسان الكيماويه اللي ماشي صالحه لهذاك الحمل. اذا هو الا كان طبيعي راه الشعر كيكون ما فيه حتى شي مشكل. اذا كان مشكل في الشعر من الاحسن كنصحوا المراه الحامل باش تنتبه لشنو السبب اللي كيعطيها تساقط الشعر. نعم يعني الفحوصات هي اللي كتبين كلشي تمشي عند الطبيب ديالها. الا شفت ان الشعر كيتساقط بشكل غير طبيعي في فتره الحمل كيف ما قلتي ان هذه الفتره هذه خاص الشعر بالعكس يزيد يتقوى وكيزيد كيزين في هذه الفتره. نعم يعني الا كان العكس خصها ضروري تمشي تستشر مع الطبيب ديالها. نعم لا تماما. والناس اللي كيفقدوا غير باش نزيدوا نوضحوا للمستمعين يعني والناس اللي كيفقدوا الشعر ديالهم في هذه الفتره هذه ما يتقلقوش راه كيرجع بوحده. تماما لا لا تماما. شكرا لك دكتوره وغدا ان شاء الله لنا موعد اخر معك وغنجاوبوا على مجموعه من التساؤلات اللي كيطرحوا المستمعين. مشكورين شكرا لك.